في ظل تحضيره لبحث الدكتوراه، وجد جورج قشمعي في دراسته للهندسة المعمارية تحديا جديدا لقانون الجاذبية عبر تصميم الواحات المعلقة. واستطاع جورج بأن يقدم هذا البحث للجمهور في العديد من المعارض الهندسية في العالم. وبالرغم من نجاح البحث على الورق، إلا أن جورج يسعى نحو الخطوة الأولى لإكماله على أرض الواقع. فلنشاهد. أحد قصص النجاح التي سنتطرق لها اليوم هو دكتور ورئيس قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في دبي. دكتور عمل على بحث بأن ينشأ واحات معلقة تتحدى فيها الجاذبية وتكون متواجدة في المدن الكبرى كمتنفس للسكان. هو دكتور جورج قشعمي. دكتور جورج قشعمي، أنت لبناني الجنسية ومتواجد في مدينة دبي. حدثنا كيف بديت في إنشاء هذا البحث الذي يتحدى الجاذبية وتنشئ واحات معلقة في قلب المدن؟ أول شيء، أنا هذا المشروع بلش من طوكيو، لأنه الدولة اليابانية عطتني منحة حتى أروح أعمل الدكتوراه تبعي. فبلشت هونيك كبحث لصلة وصل بين الهندسة والإنسان، كيف إذا الهندسة فيها تخلي الشخص يحس أحسن. وأكيد بس رجعت جيت لهون على دبي، طورت هيدا البحث وكفيته لحتى صار هيدا المشروع اللي هو بيتحدى الجاذبية وبينفصل عن الأرض. قدرت أخلق نوع من الهندسة اللي بتفصل حالها عن الأرض وبتتحرر من الأرض. دكتور، أنت دكتور في الهندسة المعمارية، ولكن أردت في هذا المشروع أن تتحدى فنون العمارة. حدثنا اليوم عن إنشاء هذه الواحات بمعايير فائقة للهندسة المعمارية. هو بتعرف الهندسة دائما، مثل ما أنت قلت، متفضلت وقلت، دائما الهندسة بدها تتحدى، بدها تعمل، بدها تطور. فالهندسة بلشت بالكهوف وصارت تكبر وتتطور وصارت على الأرض وعلى الماء، وبعدين صارت تاور وصارت تطلع بالأفق للعالي. أنا بتخيل اللي عم بعمله أنه عم جرب أعمل شيء different، شيء مختلف، أنه أقدر أدفش هيدا الشيء حتى أعمل هندسة منفصلة عن الأرض، نوع جديد من الهندسة يلي بيستخدم تكنولوجيا معينة حتى يقدر يكون طاير بالهواء. أنت وضعت الواحة هدف لمشروعك، لماذا الواحة؟ وشو الهدف من وجود الواحة في المدن؟ هي الفكرة، الاسم الواحة هو إذا بدك مثل نوع سيمبل، أو الواحة هي بتخليك أنه أنت تقدر تبعد عن المدينة وتعمل صلة وصل مع الطبيعة. فهيك هي بلشت الفكرة. وأنت لما تخلق شيء بالهندسة منفصل عن الأرض وطاير بالهواء، بيعطي نوع من هالمعنى يلي أنه أنت منفصل عن المدينة حتى لو جوات المدينة. بتعطي مجال للإنسان أنه هو يجي ويطلع بهيدا الهندسة أو بهالمبنى، ويقدر يقعد جوا ويعمل نوع من التواصل بينه وبين الطبيعة. جوات هالهندسة فيها تكون elements من الطبيعة، فيكون مي، فيكون شجر، فيكون مثل الواحة، بس هي واحة بالمدينة وبتخليك تنفصل عن المدينة بالمدينة. وانه هي طايرة على الأرض هي كمان شعار تأنها تكون منفصلة عن المدينة. وأكيد فيها هذا النوع من الغموض اللي أنا أكيد بحب دايما نضل نحافظ عليه، انه تشوف مبنى هو نوع من التحدي كمان، ونوع من انك تحقق المستحيل. يلي انا بس جيت اكيد على الامارات، كنت كثير بالنسبه لي دائما هون بحاولوا يفكروا انه يعملوا المستحيل، وهذا كان شيء دافع لي حتى افكر وطور لانه اعمل هيك مجسم او هيك مشروع يقدر يتحدى الجاذبيه. اين وصلت في بحثك في مشروع الواحات المعلقه، وهل هناك مشاريع مصاحبه لهذا المشروع؟ هو هيدا المشروع اكيد بلش كثير صغير، هو قيد البحث وعم يتطور. بلش مجسم صغير وانا كنت عم طوره وكبره، ولحديت ما تم عزيمتي من الفينس بيانالي تبع الهندسه حتى روح اعرض هيدا المجسم. انا عم كبره هيدا المجسم، هو قيد البحث. فهلا عم بعمل حتى المجسم الثاني له وعم طوره. وانا انعزمت من قبل الجلوبال ارت فاونديشنز واليوروبيان كلتشرال سنتر حتى اعرض هيدا المجسم بفينس، وكمان عرضته بدبي، واكيد المجسم الثاني كمان عندي معارض له. وهو الهدف انه اكيد يكبر ويكبر لحديث ما يصير واقع، هذا هو الهدف. شكرا دكتور، فعلا بحث مهم وفي معايير هندسيه عاليه، هو قصه نجاح لا زالت موجوده على الورق، ولكن قد نراها قريبا في كبرى مدن العالم.
جمهورنا العزيز تعرفنا على الواحات المعلقة اللي أنشأها وابتكرها ضمن أفكاره وبحوثها دكتور جورج قشعمي، ويريد أن يصل بهذه الأفكار إلى أرض الواقع. هي تحدي للجاذبية في واحات معلقة قد تكون متنفس كذلك لسكان المدن الكبرى الذين ينحرمون من الألوان الخضراء في المدن الكبرى. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، دبي. نشكر سلطان البديع على قصة النجاح. هذا هو جميل، هاني أن نرى هذه الأفكار تخرج من العالم العربي، أفكار غير مسبوقة، واحات معلقة يعني لم نسمع بها من قبل، وإن شاء الله أنه نشوفها تترجم على أرض الواقع. وفعلا الجميل أكثر أنه يكون هناك في تعاون بين هذه الدول العربية وهذه الهامات الشابة ودول أجنبية. واليوم نتحدث هنا مع الشاب قشعمي عن اليابان التي كان لها دور في تحقيق هذا الحلم الذي كان يراوده.